شوفوا لي الزاز، شوفوا لي الزاز. انا بعدا بالنسبه ليا ما عمري لقيتهم في شي بلاصه بحال هكا في الاحمر. صباح الخير. اول حاجه بديت بها هي درت واحد القماش خفيف ظريف في وجهي، بما انه سيمانه ديال الخدمه ما كانش عندي كاع الراحه، ما كيكونش عندي فون دو تان في وجهي، مي كيكون عندي التراساج ديال الحجبان، كتكون عندي الماسكارا، كيكون عندي الفاغاجو هو اللي كندير صافي، فقط ما كنستعملش انا فون دو تان. دابا درت واحد القماش خفيف ظريف ديال الخيار، درت هاد ستابيليزاتور اللي كتبقى الدور كتبعني عادي داخل داخل ما بقى عندي فين نهرب عليكم في الكاميرا، كتبقى ديرها كتحرك تبعني. دابا درت قماش، غادي نغسل وجهي مزيان بالصابون اللي كنغسل به، وغادي نمشيو نرطبوه ونديرو كريم اونتيتاش، وغادي نمشيو نجمعو الدار حيت فغيمون ملي ما كنكونش في الدار غير نهار كتولي روينه، فما بالو كسيمانه وانا كنفيق كنوجد راسي كنوجد الماتيريال ديالي كنتيستي كلشي كنجمع كلشي كيهبطو ليا هادي الطوموبيل، كنمشي للخدمه كنجي كنعس باش نرتاح، لا غدا لي عاوتاني كنطلعو الماتيريال كنعاودو نتيستي واحد مورا كل مناسبه كنعاود نتيستي الماتيريال باش كنعرف واش كلشي خدام، واش خصني ندي معايا السكر في كل حاجه. راكم عارفين تقدر غير ديك الحطه ديال فاش ساليتي المناسبه وداكشي يتعدى لك الماتيريال لا قدر الله. هذا هو زعما الروتين اللي كنت غادا بيه هاد السيمانه هادي، نغسل وجهنا ونمشيو نشوفو الباقي. خليك معايا تبعني مع الصاد اللي كاين، والله ما عارف واش نصايب شعري. بالنسبه لفاش نكون غدا الخدمه، عندي الخدمه اليوم وعندي غدا وبعد غدا وبعد غدا، اليوم عندي خدمه الخميس والجمعه والسبت والحد، واش نصايب شعري؟ غادي خصني نصايب نهار بنهار وحيت غير غيخسر. واش نبوكليه؟ غادي يصهدني والله ما عارفه شنو ندير الصراحه بالضبط. دخلت اوبس حتى البوماده مسكينه دابت وقوت الصهد، ما عرفتش شنو ندير الصراحه. عطيت واحد الصاد عندنا عالمي، واحد الصاد واعر واعر ديال بصح واعر، واحد الحبوبه بنت الحرام قشرتها وندت ما اتصلتيش، قالت لي السيكاتريس ديالها دابا خصني نبدا نعالج فيها، نبقى نحط عليها البوماده باش باش يمشي داك السيكاتريس ديالها. هادي راه عمه زعما خاله، وهادي تي هذا هو اللي غادي ندير اليوم.
لاكال تجي مبوكو لو غوز لو غوز لي ميشون لا يعجب لي بيل لي بيل بيبي صا لي باس سيري ديري اليوم لا يلا اون لا لا لي تواليت اي ابري اون فير التوي اسا داكور يلا سينو ديري لافتي بي لافتي بي فيلو شاك جورني برافو تيتي لا فيك تريغول 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 Filia, tu as oublié Sundus. Oui. Attends. Attendez-nous. Je te fais la tête de la foule le rouge. Attendez une minute. Je vais peut-être revenir. Alors, je dois faire nettoyer les pieds secoués. Tu dois faire quoi? Nettoyer les pieds secoués. Il est au quoi, Sylvia? Allons, mettez la serviette. Il y a la solution. Mais j'ai déjà fait la serviette. Tu as la serviette. Merci. Merci beaucoup, Bad Bozen. مجفف مجفف حيت الا ما جففتش كا
كندوز غير لاسبيراتور الا ما جففتش ما كنرتاحش الصراحه. هكا كتبقى ريحه ثاني كنوا ونبقى انا كل بيت كنشف بوحديتو. دابا غنشف هذا ونمشي نكمل الجمعيه ديال التريسينغ ونشفو ونمشي للبيتسيريا نشفو حيت ديجا مجموع جمعات وهي الصباح. عاد نمشي للصالون والكوزينه. بي اختي وصلني واحد الزاز اليوم ما يمكنش مازال ما كملتش الروينه خاصني نشاركو معكم غزال 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 من دار الهدايا. شي حاجه واعره اول مره نلقى شي حاجه في الذوق ديالي باللوين اللي انا بغيت صراحه ما عمري لقيتهم شي بلاصه واحده اخرى. غنوريهم لكم. شوفوا لي الزاز شوفوا لي الزاز انا بعدا بالنسبه لي ما عمري لقيتهم في شي بلاصه بحال هكا في الاحمر. نتوما عارفين اني كنموت اختي على الغوج. شوفوا 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 ويلي ويلي الغزلان الغزلان. هنايا في الرقم كاينه جوج ديال لي بونبونيير ومبيخره في الرقم. هذه البونبونيير الثانيه هذا ماشي معاهم هذا خديته انا البارح حمقني جا ليا في التيم ديالهم جا معاهم بحال اسوختي معاهم ولكن هما اربعه ديال الحاجات غزالين كيحمقوا. هذا تا هو جا في نفس التيم ديالهم خديته البارح غير من السوق واحد المحل ديال المهنات كيبيع داكشي زوين وجاني مع التيم ديالهم غير هو ماشي بلاصتهم هنا ما عرفتش جاوني هنايا ما حيت كناكلو ديجا هنايا ما جاونيش زوينين هنا. راه تكرفست على البيخره ديالي هذه راه جديده القديمه ما عرفت لمن عطيتها ما بقيتش عاقله الصراحه. صافي شوفوا القنبول هذه راه جديده تكرفست عليها شوفوا كي ولات حالتها ولات كنبخر فيها بزاف ايوا داكشي علاش خديت هادوك من دار الهدايا. هادو هادشي كله هو اللي محطوط هنا غادي نجيبو هادوك كاملين هنايا داك الطقم ديال ربعة وديال الكلينيك غنحطها في بلاصه اخرى. طيت الصوص ديالي هنا جاو كيحمقو باقي كنتسنى في السي عادل باقي كاع ما بغا يجيب ليا الدجاجه ديالو هنايا. هلاو هنايا حطيتهم باش كي يجيو هكا في السنيقه. ايوا كنتسنى يجيب لي الدجاجه اوبس الدجاجه ديال هنا والدجاجه ديال هنا جوج بلا ما كنتسنى فيهم هذيك القديمه حطيتها تما اللي ولات قديمه. ايوا دابا غادي غادي نصايب هاد دوك العمارات اتاي دوك البيعات غنحطهم فوق هاد الاكواريوم مسحتو وهادي ديال العيد غادي نجمعها حتى العيد الجاي ان شاء الله يا ربي حيت ما عندها حتى شي معنى انها تبقى محطوطه هكا. وهنايا في هاد الطابلو باس غادي نحط هادوك ديال ديك اللعيبه ديال الكلينيك وحطو فيطا ثلاثه مثيل هكا كاملين هنايا طبيطا لا عاد نعرف شنو غادي كنتحرك بزاف وخصني نسربي خصني نصايب شعري خصني بزاف ديال الامور خليني معايا.
اخيرا ساليت دابا غادي نشعل عود مد. هاد عود مد هذا صيفطو لي دار العادية مع هاديك البخرة. انا ما كانوش عندي البريكات في الدار ولا عندي البريكات غير مع عشوار. خرابهم في قرابهم، عيل العدوزة في البدوزة، عيل العزري في كميتو، عيل القزر في جنويتو، عيل الحاسود فيها عود. نبخر الدار البنت ونمشي نضرب تويشه ونصايب شعري ونبدل الحوايج ونمشي للخدمة. هذا ما كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو شي غنصور لكم الخدمة ديال اليوم. باي.